الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هل كان وحن كقلينا موضوع خصابسا حسن الخلق ضبيعة وناقيده موضوعك هذا لها أيان. هل كان قصة غادنا إنه خصن الخلق طبيعة ونأكسن وحوية خلق الله الأعظم باليراح إلهي طبيعة سوية إلهي سبحانه وتعالى. سيد الحديث كي حديث إمام الضبراني وبحينها يبوها حسن الخلق خلق الله الأعظم سيداس أيها الرواية إمام دبراني بحين يي أخلاق ذا مدى وقوة ويني ومدى إلهي وكسف بي سبحانه وتعالى وأنا مدى وقوق رحسا بالي إلى ذا دلغات كحلمك إلهي وكسف بي إيا صبرك إيا عيادت أسترد يدا وأستر أيوه يا دبك حمبار شدا وحمبارنا يو أو كوا بنت شيغا هي يا ظالمين توكرنا يو إلى أبا كوسي فابي. سيدي النبي قبل وكيري إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته إلى هي ظالم كوا أوكرنا إياه أنت وكغبت أو سنكب حسنبا مهدي إلى هاي كوغابتو عقاب كيسي كوغابتو مرنا بدبادي ميسيد. سيداس أياب حديث كي نبي قواها أياكو ضدكو بينين أيان إلهي يا إلهي عافي مادين أياه حد نوع عاي أيان مركاسو رزقنا هيا إلهي سبحانه وتعالى. حديث القدس أياوحوها إلهي وحي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك بوير وعي بيننا يا ابن آدم إنه بيننا وما أهانن أو لا وما أهانن يرميان يا أفي عن هدي بينيان هد عقاب لكل ميان ويا وعي عايها يا بوير بن آدم كي مداسنا وما أهانينا إنا عاياني كركو هذا مثلا بما أهان ومن صور تقلعها إلهي مركوا ودلغا دانا إياه ووحو هذا سوى الصبر إياه لباتداه أي كهيان إلهي مركوا حليم. وكي حديث كواها ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله أحد كصبر بدن مجيره ودب مغلها يوغى صبر بدن إلهي سبحانه وتعالى. إلهي واكي عيبت أستره كو عيبها أستره أيون جعليه إلهي وحليم إلهي واكي ذنوب تدافع كو داف مدى بدن أيو جعليه مركة دبيعاده وناقيده وحلقو تلماما سيديو تلمامي عبد الله بن مبارك با حسن الخلق بسط الوجه وكف الأذى وبذل الندى بوير بضيع وناق وحوية وجه قد فرفرته ووجه قد ننغن المد وجه معبوسة ووجه قيسة لقدر يمي حناق يكل أو كلا يهي مرول به إلا روح قلب قيسة ومحاك دعها إياه مركيو وارك الروح وجه قد طبيه إنه أصغى عريسان يها أيو مودا ياه مركا وجيغا ولا فرفرا وحي كميتهاي طبيعا وناقا يي كميتهاي وكف الأذى دبك الرابيد دي سددكي أتكر رابتا دبك أغا كميدا هو آذان دبن وبذل الندى وحي حوراها تهي ستوه وآذيغا فاضل كاه إناد بحسانا وحا كميتها طبيعا وناقا وآذ صدقا يدو حولها أغي كوي أباه ناعات سيدو وجيغا فرفردي سواحا ويه
marka dadka la joogto faraxsanaato oo marka la joogto aadan dhibin hadana aad u ihsaan fasho wixii ilaahay ku siiyay adigu ihsaan fasho ama cilmi ba ilaahay ku siiyay waa inaad cilmigaas bartaa ama maal ba ilaahay ku siiyay waa inaad maalka ku sadaqaydaa ama jaahad haysataa oo ilaahay ku siiyay waa inaad jaahaaga wax ugu tartaa weeye marka dabeecada wanaagsani waa midii ilaahay ugu deeqay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu ku yidhi wainaka lacalaa khuluqin cadiim sayidka moxamed ahow waxaad ku sugan tahay dabeeco cadiimaa korkeeda ayaad ku sugan tahay nabiga lagu yidhi waa khidaab usluub wanaagsan nabiga lagula khidaabay oo rabbigeen uu nabigeenna la khidaabahayo iyo ammaan ilaahay uu ammaanayo waxa ilaahay siiyana ugu sheegayo nabiga dabeecadiisa ilaahay cadiim buu ku tilmaamay wax hadda ilaahay cadiim ku tilmaamana axad kaleeto takhwiim iyo male ku samayn karaahi ma jiro waxaa la weydiiyey caaisha allaha ka raadi noqdee nabiga dabeecadiisa ka waran baa la yidhi markaasaa waxay tidhi kaana khuluquhu alqur'aanu dabeecadiisu qur'aanka kariimka ayay ahayd marka sidaasoo wuxuu ahaa nebigu mid ficilkiisu uu yahay jamiil quruxsan wasfigiisu uu quruxsan yahay dabeecadiisu ay kariimo tahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa sidaasuu ugu ammaanay nebiga inuu siiyo guhaad cadiima oo weyn waxaa nebiga lagu yidhi waxaad ka qaadataa dadku waxay kula soo qaabilahayaan dhaafmo oo wixii ay kuu geystaan isaga cafi baa la yidhi macruufkana dadkii far waxaadna ka jeesataa kuwa jaahiliinka kuwaas ka jeesa ayaa nabiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay khudi alcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin buu yidhi dhaafma qaada baa la yidhi nabiga aad midka masalanba wax kuu geysanahay aad iska dhaafto sidaasaa waxaa la yidhaahdaa nebigu naftiisa weligiis uma aarsan oo axad dib gaarsiiya kama aarsan in la qarariyo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa diintiisa maahane markaasuu qaatay amarkaa waamur bilcurfi bilcurfi baa ilaahay leeyaa subxaanahu wa tacaalaa waxaad fartaa dadkii macruufkaad faraysaa dadka waacrid can iljaahiliin kuwa jaahiliintaana ka jeesa ayaa nebiga lagu yidhi waxaad qaadataa khudi alcafwa alyusra min akhlaaqi annaas baa la yidhaahdaa midda fudud qaado oo hadday qofkii wax u geysto inuu ciqaabo iyo inuu iska dhaafo waxaa u fudud oo u wanaag badan dhaafmada akhlaaqdii dadka marka taa ka qaada baa la yidhi oo kula mucaamalo dadkana macruufkii sharciga ahaa oo ilaahay ku faray inaad dadka farta u sheego faro amar kuwa jaahiliintaana kuwaas ka jeeso oo ha la qaabilin waxa ay kula soo qaabilaan oo safiihnimaah waxa caqligooda xunkaahi uu markaa siinayo oo dhibaatadaah oo ay kuu geysanayaan taas ka jeesa ayaa nabiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa la soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam jibriil baa su-aalo baa la yidhi nabigu wuxuu su-aalo baa la yidhi jibriil aayaddaasuu ka su-aalo baa la yidhi macnaheeda markaasoo wuxuu yidhi tasilu man qadacaka wa tucdii man xaramaka wa tacfuu caman dalamaka buu ku yidhi waad xiriirinaysaa qofkii ku gooya oo adiga xiriirkaagii jara sayidka moxamed ahow waad xiriirinaysaa ruuxii ku hoojiya oo cadiyo ku sii diidana waa siinaysaa ruuxii ku dulmiyana waa aad iska cafinaysaa aayadda macnaheedu sidaas buu imaanahayaa buu ku yidhi markaasaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam qofkii gooya waa xiriirin jiray midka aan waxba siinin nebigu cadiyada waa uu iska siinahayay qofkii dulmiyana waa iska cafinahayay nebigu ilaa ruuxu hadduu sayi-a sameeyo dadka xunxunka ahaa sayi-a kale la qaabilah oo ka aarsadee dadka wanaagga badani waa dhaafahayaan xasanay la qaabilahayaan waa kii ilaahay aayadda ku yidhi walaa tastawi alxasanatu wala sayi-atu idfac billatii hiya axsan
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إلهي سيد أسبوع آيات كويري وحال كويري سيد كمحمد هو حسنتي يا سيادي مسنا يا حسنتا فضيلا رفيعاه وسريداه سيادنا وحاويه مدنا قيساء ذميماه اللي دتويه مركا لبدا يدواك لسريان ادفع بالتي هي أحسن باليري سيادة مركي اللقوق قيستو وحاد كدف عداه بالخلة الحسنى خلدا وناكسن أما حص يعني مثلا بخصلا وناكسن لغابل سيدا عردا وكاليتو وحال لغابلاه صبر با لغابلاه جهل روحا كولسو غابلاه دلغات با لغابلا لو دلغاته إساء الروح كولسو غابلاه كحمايا عفوي با لغابلاه عاد اسكا دافتو مركاسا نبيغا وحا لغو ييري ادفع بالتي هي احسن دفعي باليريو سيادكو دفعي بالتي بالخصلة التي خصلتي هي احسن ايدو وناقا بدنادو في عناد. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بويري الهي ادي سيدا ساسا ما يسو اديغا ايامتكي عدو تنمدو ايدين دحيدي وابا ساقو كون نغونا يروح ولي اه او كو خير ميريا او حميم هاديك قريب كاغاه كو دو عدو غاقي وحو كو نغنيا كالغريب الصديق بو كو نغن في محبته لك قريب صديق اه او هاديك صاحب كاه كو ندو ايو كو نغنيا محبتي سمركي الله في ريا هاديك او كو جعلانا هايو مركا سيداسا النبي جان الهي كويري سبحانه وتعالى مركا سادنا وحالي يري وما يلقاها الا الذين صبروا مسي خصلة داس وناكسن مركي مد داس حن لغو سمية مد وناكسن غفكي مسيو إلا الذين صبروا دول كصبري ما هنه ودباتباكو صبرها ياه دول كليتمد حينها يبا ليري وما يلغاها إلا ذو حظ عظيم حدنا كلم وناكس كما بدلها يحمدا إلا روح داف صاحب عظيما ما هنه وإلهي أكتيس مكان السر كله روح كليتمد داس مقادنها ومقابلها يبا ليري ويه بضي عادة مركا وناكسن روحي حميك لسو قابله وعاد لغاب بشزي وناكسن وعاد حميدي كما المرن تاس ايا بضي عادة وناكسن كمده بضي عادة وناكسن ونوحي النغن مالين تقياما وحيابها ميزان كأعص لي مؤمنك وحاو أعص لي أقبي النغن إيسا سيدة أسباء حديث النبي تلمام إيسا عليه الصلاة والسلام حديث أبو درد ووريو نبيك وكورش عليه الصلاة والسلام أي النبي وحييري ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. حديث كإمام الترمذي أي بحنية أبو داود كلبتي سسنن كيسا يكوين أيه حييري النبي عليه الصلاة والسلام شيء مجر أبوير ميزان كمؤمن ككعص ليعك ما لنت قيامه وأعماش لميزانيه طبيعة وناكسن بي طبيعة وناكسن ميزان كمؤمن كآد بيعص لين إيساه ومرك ميزان حسناته بالوجه ده حسنات كيساء يرجح يساويه وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء بوير إلهي وحو عرو ده روح حمي فرها وحمدك عرب كدير له وحمد يعني كتاقا متكاس إلهي وعرونها يا بوري سبحانه وتعالى إن عربك أقو كده هذا وححن أبنغة الروح صاحب الفضل هذا أفحم أبدا تاسوى أدي أدى الوقفي عيه إلهي إنو كو عرود هذا درب كلماتك أفكاك كسو بحي والا دورا أو الله إسكا إلالي وححنك وحونا كسنة والو قلم معامل وضا ضدك وحي أتشعش ضدك إنكو قلم معامل وضا ضدك لقلم معامل وضا روح مؤمنك او ضبيعة واناكساني ضبيعة سوحوكوها ليلة روح مال كست الصومية هبان والبنى الصلاة تاغا روح اس عبادة او سمي استفضيلة او كقاريو او كليتا او كقارابا ليلة مؤمن كضبيعة واناكساني ضبيعة وحاتر حديث اي ورين ايسو قبض عائشة بنت ابي بكر لديه تري والنبي زوجتي ساهيد عليه السلام
وحي تري قبضة عائشاه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيان مغلبي تري يقول أصغوك قولي إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حديث أبو داود باب حينها يه روح مؤمن كاهي طبيعة سواناك يدوحو كوها ليلة درجة الروح الصائم كاه ومالين أصمالين أردن صومن قائم كهبين أردن سلادو تاغن درجة الأصلاب يصوم كاكو قارو كاكو قارا طبيعة واناكسن مركا أدبي غالي وطهي بابي عدي سواناكي سامومنكو قوغارا هيا درجة دا روح أوليكي سومن ومالين أنا فورينين هذين كستانة تاغانو صلاة الليل تاغان يضاع دي إلهي متكاسي درجة دا وقارا متكانينا قارا هيا إلا روح صائم كاه قدنا قائم كاه وهذين كي تاغاني نفتي سي أيو لدك علم هيا بالي نفتي سو لجهاد اياه روح بابي عدا واناكسنينة وحو لجهاد اياه نفف فربضان بو لجهاد هيابا ليريه نفوس فربضان او مختلفة او بابي عدا يدو كالاقدسان تهي مدب يدو يدو كالاقدسان يهين مالها اي كسو عبين اي كالاقدسان يهين فهم كودو او كالاقدسان يهي عقل كودو او كالابدان يهي ادراق فهمدا اي وحكوها ليليان اي كالابدان يهين مخلوقا سو دن ايو لغا بلا هيا ضبيعا وناكسن انتاس او دن ثوابك او كهلا هيا وحو لقاريا كي هبين او دن سلادو تاقنا مالين او دن صومي صومنا كاس درجدو قارا او كالاتو قارا هيا بير نبق عليه سلاة وسلام مركا فيري فضيلات زايدو اوهي انا ضبيعا دا كالاقارسي دا ضدكي مبا كالاقارسي دا داد استرادي مسالة مال كاغا دادكا اوغو واسع نغو مكالا قارسي كرتيد لكن ضبيعة دادا واكالا قارسي كرتا انتي كلاكو لانتا انكم لن تنسعوا الناس بأخلاقكم فتسعوهم انكم لن تنسعوا الناس بأموالكم فتسعوهم بأخلاقكم بير حوت المامي النبي عليه الصلاة والسلام انا ادنان دادكا كالا قارسي كرين مال كينا حدا دادكا مال كمتكا وقوم بغاناتا هاي ومدي مكالا قارسي كريسيد مالكا واحد كالا قارسي دان بويري dabeecadii na kala gaarsiiya dabeecada marka haba dhaqankaaga aad la dhaqmayso dadka makhluuqa ah kuwaas ayaa taas la hagaajiya oo la toosiya oo la qurxiya sidaas ayaa nabigu ku boorinaya ummadiisa weeye waxyaabaha dadku ay ku galaan jaamasalan ba ay ku galayaan jannada iyo waxa ay ku galaan naarta ya nabiga la weydiye maalin markaas uu ka jawaabe xadiis Abu Hurayra uu warinayo والنبي عليه الصلاة والسلام وكورنا يو أيو وحييري سويل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وحا النبي قال لك سؤال أبو ييري وحا ضدك قلنا هيا تشندا وحا قبضا والدرجات كتشندا أي كود دقيان تشندا وحا لغو قلا مركة هوري إلهي تفضل كيسا لغو قلا نحريست إلهي با لغو قلا لكن درجات كتنرى يا عال كالجودة جاه مركز غف والبغف ككل أنتو كعمل بدنيا هاي أيو كدر تسا رينا هياه سيدا الدنيا دبا هذا ركتينه غف بغف ككل يتم مثلا بأنتو كمل بدنيا هاي أيو عدو فانا هي جريها كديس يوجي هاي أو كجري قرحانا هياه هدي تفاخر بأولاد جهدو أد بوقرحنا هياه وها جادينا هياه مركز هو يعني تنرى وجود درجات بدني وكو وناكسن عمل كوناكسن سمايسته درجات كتنادا اعماش الروح مؤمن كاهي وكدغو عمل كوغبدان اله الرسول كيسو نوشه اقبالي مركز بوحو ييري تقوى الله وحسن الخلق بو يير الهي عكسي ديسة اي الضبيع وناقة لبداس ايا اوغبدان بو يير نبو عليه الصلاة والسلام اعظم الاسباب في دخول الجنة وهي تنادا قليتان كذا أسباب مثلا يعني الدرجات كذا اللي قد دقوا مدى وقوة ويني ولقوا كسبانها هي منازيش سرسري وإلهي عبسيدي سيضبي عدا وانا قيد أبو يري نبو عليه الصلاة والسلام وعير أبو هريرة وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار بوي وحاهدنا الله سؤال أبو يري وحددك النار تقلين هياه وإي الدركات كنار تقو قلان وحاقبدا إلهي رسول كيسو نوشا يقبالي مركز وير الفم والفرج بوي وحاقبدا بويري أفكه إيا فرجه
labadaas ayaa dadku ugu badan yihiin waxa ay ku galaan buu afka hada waxa weeye waxa ka soo baxaya waxyaabaha xun badan ayaa ka soo baxa afka midalan waam haram haddu qofku cunahay meesha uu ku cunahay weeye qaul haram aan bananaayn haddu ku qowlayo meesha uu kala qowlayo afka weeye farjigana waxa weeye zinadi midalan ba meeshii uu kula imaanahay haddu san isxakamayn oo ilaahay uuna ka cabsanaynin taa meesha weeye baa la yiraahdaa weeye marka sidaas ayaa waxa la yiraahdaa labadaas xibnood waa labada ugu daran oo qofku uu ku galo naarta darakaadkeeda inaad marka labadaa xafido ayaa aad iyo aada u wanaagsan ruuxa muminkaahi waa xakamaynayaa waa ilaalinayaa wuu iska difaacahayaa xumida ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa si uusan ula tegin wuxuusan raadi ka ahayn dabeecada wanaagsani waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha fadiiladeeda waxaa ka mid ah dembiga waa dhalaalisaa baa la yidhi sida qoraxdu ay u dhalaaliso biyaha buurbuuran oo barafka la yidhaahdo oo tajamudka ah engegan kuwaa sida qoraxdu u dhalaaliso ayay dembiga u dhalaalisaa baa le waxaa xadiis ku sugnaa ina xusna alkhuluqi la yudiibu alkhadiicata kama tudiibu shamsu aljaliid baa le dabeecada wanaagsani waxay dhalaalinaysaa dembiga sida qoraxdu ay u dhalaaliso biyaha cusub oo markaa buuran oo ama qabow daraaddii la buurmay ama la barafoobay sida qoraxdu u dhalaalinayso oo kalaa dunuubta ay u dhalaalisaa xusnulkhuluq dabeeco wanaag waa khasle aada u fiican oo inaad ku sifowdaana ay sahlan tahay oo inaad adagteeda qaadataa ay wanaagsan tahay qof walba hibna inuu kaga baydo ay wanaagsan tahay qofka dabeecada wanaagsan nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ku boorin jiray asxaabta axaadiis badan ayuu kula boorin jiray inay dabeecadooda hufaan oo dadka ay la mucaamaloonayaan kula mucaamaloodaan wax wanaagsan wixii ruuxu uu jecel yahay in asaga lala soo qaabilo inuu walaalkiisa la qaabilo ayaa korkiisa asagana waxaa jira xadiis uu warinayay saxaabigii la dhihi jiray abu dhar wuxuu ka wariyay nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga wuxuu u yidhi isaga ittaqillaaha xaysumaa kunta waatbici sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan buu ku yidhi abu dharow meel kastood ahaata ilaahay kaga cabsa buu yidhi haddii khalwo aad ku jirtood keligaa tahay haddaad jalwo joogto meel jamac joogo aad joogto haddii culays uu ku haayo haddii fudayd aad ku jirto faraxaad ku dheehan tahay haddaad murugsan tahay haddaad masalanba markaas ajiran tahay haddaad caafimaad qabto haddaad meel yacni karaahiya ood kahanayso dhibsanaysa aad ku sugan tahay xaysumaa kunta meel kastood ahaata ilaahay kaga cabsa buu yidhi waayo ilaahay micigaaga weeyo ilaahay waa ku fiirinayaa haddaad jirata jiradu waa imtixaan haddii lagu caafimaadiyo imtixaan yacni caafimaadku waa imtixaan haddii xoolo lagu siiyo xooluhu waa imtixaan haddii owlaad lagu siiyo owlaaddu waa imtixaan wax kastoo lagu siiyo ama jirra ha noqdeen ama waxaad ku faraxda ha noqdeene waa imtixaan lagugu imtixaanayo inaad markii aad wax fiican heshana aad faraxdo marka kaleetana aad iska cabaado hadda ruuxa xunka ahaa lagu yaqaanaa markii wax wanaagsan aad asiibta ilaah baa lagu xamdi naqaa markii wax kugu dhacaana waa lagu sabraa oo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun baa la yidhaahdaa markii musiiba ku taabato marka nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam meel kastoo joogta ilaahay kaga cabsa buu yidhi waatbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa sayi'a haddii ay kaa dhacdo xasano raacsii buu yidhi xasanadaasi waa ay tiraysaa buu yidhi dembigu waxa weeye cudur weeye baa la yidhaah qofka mu'minka ahi waa la jiradaa jiradaas marka caafimaad soo ma leh sow nabigu ma dhihin calayhi salaatu wasalaam ina allaha lam yadac daa'an ilaa wadaca lahu dawaa'an gayra daa'in waaxidin wahwa alharam buu yidhi ilaahay cudur sooma dejin ilaa caafimaadkiisuu soo dejiyey hal cudur oo keligiisa maahane cudurkaasi waa duqnimada ayadu wax daawaa mala baa la yidhaahdaa qofku waa iska go'ahayaa oo waa dhimanahayaa weeye marka haddii yani sayi'ada dembiga ruuxa muminka markuu ka dhaco waa la jiranayaa waa xumaanayaa waa murgayaa sidii xadiid nabigu uu ku yidhi man saratu xasanatu wasaa'atu sayi'atu fadalikum almu'min buu yidhi
روحي حسن مركو سمي كفرحة أو فرح قال إذا وناء قول ليلة سيئة ذنبي ومكة كبر عدنا لم نرقو لحن وصدا متكاسي ومؤمن كينو يري نبي عليه الصلاة والسلام على مدى أسكو أغان صدا بوير وأيه وحوقيه حسنة أغو فرحية إله حسنة وحكا ثوابية ووحكا وين أغو بدلية إنه ليه أيه أغيه مركز وكفرحية إلهي ثوابك وكايدين أيه ذنبه مركو وكبر عنا وحو لم نرقيه وحو أغيه إنه ليه إله ذنوبة وحو عقابه إنه ليه أيه أغيه مركز وعبصان أيه ومرقيه وشرنا أيه مركة شرنا ده اسمحال لقود ده وين أيه وعذره وحال لقود ده وين أيه حسنه ذنبه حسنة ساكاتي ريسة حديث كان أنا الدليلوه وحو يري النبي واتبع السيئة الحسنة تمحها بوير وحات راعسة سيئة ذنبك وكان دعي حسنة راعسة وإتريسة مركا ذنبك حسيسته حدا صلاة دوكة صلاة دوكة تريسة ذنوبتي حدا تصبيح التي ما دو سبحان الله تريد أيضا تريسة حدا لا إله إلا الله محمد رسول الله تريد وحلق قول وحلق فضل بدنا أيضا تريسة الله أكبر بعد ودمان تودم تحميد بعد ودمان تودم الحمد لله بعد مانتا نكو حيسة ذنوبتا صغائرتا وحقوق دا إلهي كتا علقو دا ودن أيا كام مرميسو كاتير ميسو ويه مركز سيئة وحالقو دا ويه وداوؤه حسنة دا أيا داوؤه أيا دا كتير أيسا ماشي واكي إلهينا واكي آيات دا كويري إن الحسنات يذهبنا سيئات بوي حسنات سيئات كي تبسيان وبابئين أيان ماشي وكتير أيان ويه حديث ذنبي كادعوه حسنا رأسي توبة الله إيمان توبة أساطير إيسو بابين إيسوي وعير النبي عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن محل شاهد كي أنه واحد كل معاملة طابتك بغي عوان أكسن كل معاملة أبوي خلق وان أكسن أيات كل معاملة إيسا هذا مركز بغي عدس وان أكسني وامدي أنصوى الشيخ نيويه هنا عددك كل معاملة توجه فرفران وفضط وفرح وكم وغضو عاد بحسن مثلا با وحي عددك كتري كرتوه علمي أما مال أما جاهة إن عددك أجي كربتو وآدم دبن تاسا دبي عدي واناكسينات أن كسو كتري الماني تاسا عددك كل معامل ونيسا روح ولالكا مركي عدلكو لانتو وجي فرفر كوحا كميدا إن عددو الله بيرتو مركي عدلكو لانتو مركاس عددو الله بيرتو قلبي جيسا فرح باكو بيرميه haddii aad murugto oo adiga murugsan oo kula kulmo xanaaqsan oo sida uu isu leeyahay adiga ma ku xanaaqsan yahay oo qalbigiisa dhibaatadaasi ugu dhacayso yaa haddii aad dhalabira uu kula kulmo qalbigiisa farax baa ku dhacaya qofka markaas uu nabigu ku boori jiray alayhi salaatu wa salaam sidaas buu ku boori jiray asxaabta waa ku tarbiyay jiray waxa jira xadiis abu dhar laga wariyay oo nabiga ka wariyay alayhi salaatu wa salaam حير النبي جن عليه سلامة وسلام تبصمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض ضال لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة وإمادتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة بوي حديث كإمام الترمذي باب حين هيا كي هو رلقتيسة إمام الترمذي أيها كتاب كيسة سنن كاكوب حنايا مركوا حديث داروية وحكوية للنبي عليه الصلاة والسلام دول الله بير كاغا آت دول الله بيرتو ولالك وجه كيسة أداة تاغن وآت فرح حس قلب كيسة كردو لك صدقة ما يكون تابو يري نبي صدقة يكون غنيسة بشاشة الوجه في وجه أخيك المؤمن وجه المؤمن كاغا روح مؤمن كاه ولالكا وجهي صدق الله بركة أدلتا أغنتهي صدق يكون غنيسا وحي كمتهي ما تكون قوة وناكسن وحالي إرادة من أفضل الأعمال إدخال السرور على المسلم بالي إراد أعماشك وفضلك بدا وحا كمتا فرح قلنت الروح المسلم كركي سأت فرح قلن إيسو مركا إناد وجهي أصغى فرح سنكو أكلانتو روح كله مسلم كاه ولال كاه صدق يكون غنيسة هذا حول الله بحيث يديو كلوي وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقه أمر كاه
معروف كي أتفري صدتك إيه ريبي دادا منكر كي أتكر ريبي صدتك صدقت أن يكون غنى يساب يري نبي عليه الصلاة والسلام ضدك أياد النصيحين يساه وحونا أكسن بات كبورين يساه سيدا يود كدان أدبرين سيدا يود صومان بادبرين سيدا الزكاة يود بحيان بادبرين سيدا يود سوحديان بادبرين سيدا يود ذنب عمل كوانا أكسن السمايستان بادبرين سيدا يود ضدك وحريريان بادبرين معروف بالإرادة ووحد دين تانو نفرتي وإلهي إنا نسفرنا ونوغر راد النقضي ويه مداسي صدق يكون غنى يساه وحا صدق يكون غنى يوكالي نهيوك عن المنكر إنا تكرر تددك وحيابه منكر كاها وشرعه إنكري وحا تكرر بيسا مثلا دل كيبا تكرر بيسا دليين وحا تكرر بيسا قال نمدي وحا تكرر بيسا مالكي إسلامي إلي حولها كالدعان بات كرر بيسا حاران إنا يتاد بريسا وحد كره بيسا زندي وحد كره بيسا قدفكي وحد كره بيسا حنتي وحد كره بيسا اسكو دردركي وحد كره بيسا بنتي وحد كره بيسا شاسكي وحد صور لمي وحي نغن ايان منكر خيب الداعات كره بتا وحي كون نغن صدقاء يكون نغن ايسابو يري نبي عليه الصلاة والسلام ويرشادك الرجل في أرض الضال لك صدقاء بوير هنون انتاده aad hanuunisa masalan rajulkii ku sugnaa ardada uusan aqoon oo uu ka lumay waa nin xayiraan ah dariiqiisii buu ka lumay markaasaad waxaad tusiday dariiqii uu rababa tusiday tusintaas aad tusida sadaqay ku noqonaysaa buu ardadii uu kullun sana markaad inta ka soo waday dariiqii wanaagsanaa aad tustay oo uu rabay sadaqay ku noqonaysaa tusidaas وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدق ابو يري نبي حدنا تسنتادا هنونينتادا نينكي انديه سو اي ضعيف كاهايين اد اسغنا كو هنونيسو ماشي او ربي او طريقي با تستا اسغنا كي هوري تا نوع كميدا ويه لكن كي هوري وا لونسنا اي انديه سو ضعيف ما هين ماركاس اد وددي تستاي نين كان انديه سا ضعيف اه او ما با اركي كارو markaasad inta soo waday ayaa tusida dariiqii weeye waa tusinaysa marka waa hanuunin ayaduna laakiin kii hore irshaadul xayiraan baa la yiraah xayiraanka wareeray oo dariiqii ka lumay oo dariiqiisii aad tustaa la yiraah middaana waxaa la yiraahdaa irshaadul acmaa lidariiqihi baa la yiraah kii indhaha la'aa oo dariiqiisii ku hanuunida weeye middaanina sidii xadiidka nabiguba ahaa man qaada acmaa arbaciina khadwa wajabat lahu ljanna buu yiri nabigu روحا إن دولها أفرطان تلابا روحيه قاميا جنة واجبي سبي روح واناكسان أو مسلم أه أيا روح كاليتو واناكسان أو مسلم أه أو إن ديه لغت ريو لغو امتحاني يا أفرطان تلابا قاميا مركاسو وحو وذا ماشي ورادقا كاها يو إلا تساور ربي إلهي جنة واجبين هيا متك ساتن ونحريسان أيا أو متكان إلهي امتحان ساسو ونحريسان إلهي ساقنا نحريسي سوسينا هيا ويا marka tusinta midkaas indhihiila aad dariiqii tusinayso sadaqay ku noqonaysa waymaadatu kal hajara wa shawkata wal azma ani dariiqi laka sadaqabuy wareejintaada dhagaxii aad ka wareejin qodaxdii aad ka wareejin laftii aad ka wareejin dariiqa waxaad aragta dhagax dariiqii yaalla markaas aad ka qaado meeshii dariiqa ahdo dadku marayaad ka fogaysay qodax dariiqii taalabaad aragtay markaas aad dariiqii ka qaaday markaas aad meel kale geysay laf dariiqii taallabaad aragtay ayadiina waa aad ka qaado waa ka fogaysay laka sadaqatun buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam hagaajinta dariiqa la hagaajiya sadaqadaasaa lagu gaaraa annakuna qashinkaanba inta isugu keenno aan iska dhaaf inaan ka fogayne aad dab lagu sii daaraa markaasaa dadka ha ku gubteenba layska yidhaahda bahaa'imka iyo dadka ku gubanahaya kuwa uu qashinku u soo urahayo ee dhibsanahaya inuu dembi ka soo gaarahayo qofka sidaa waxa yeelahaya mabu garanahayaba nabiguna wuxuu ku boorinayaa in dhagaxdii yaryarka ahayd laga qaado dariiqa qodxihii laga qaado lafihii ku soo dhacay laga ilaaliyo oo dariiqii sidaa loo xifdiyo ayaa nabiguna ku boorinahayaa ummaddiisa waxyaabaha dadkii dhibahayoo dhan ka wareejinta aad ka wareejinaysaa waa dhib aad ka difaacayda dadkii waaba adigoo sadaqo wada siiya kulligood ilaahayna sawaabbuu kaa siinahayaa subxaanahu wa tacaala wareejinta la wareejinahayo
إيمانك أيه كم تهي مرك الله ترينا هي شعب الإيمان إيمانك قيبها وكربحه وحاكم ده إمادة الأذى عن الطريق طريق اللقور يتيه واحد ضدك ديبايه كاسا إيمانك كم ده أنك هذا مثلا با وابكسوا فقينينا كفقين تلقوا فقين يا إيمان درئنا يتهي تاسع لقا قادن كره هي حديثك مندوق يعني مفهوم كيسه وحي النبي عليه الصلاة والسلام وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدق بوي فارجنت هذا دلوغاك بيه كجراءاتك فارجده وولالك دلوغي ساعتك شبته صدق يكون غني سابو يري نبي عليه الصلاة والسلام مثلا عال كيبات صدر ستي ودان تاري أما الدلوغاك يبات صدر ستي مركا صدبناك بيه وصابعي دي وحد عركتي مد ولالك الدلوغي سيكو هرسدي مركا بيوغو ترينين بيه بادغو قديسي صدق يكون غني سابو يري نبي عليه الصلاة والسلام إسعوناد إسلامك إسعونان وإلهي دحدود الدرجاتك وكوك لسيئيو تاس أي كمتهي وانا خير وحينا كتوسين إيسا وريدين تاعد كسا وريدين إيسو وادوغو انت حوقاقي كسا شبطي وحوقاقي كسا بحيداي آد روحان بيه آد حوقاقي كنت وقشو بايسو دبي عوناك بي كتوسين إيسا وحي كتوسين إيسا سواب دلب إلهي آسواب قدل بايسو نبي صدقه وإدين يبو يروق هذا والله قص والله سنة إياه كوا حولها شبانها هي إيوه مالها أسباد إياه مركي حولها كورا بسنة يعني علاشة مقالدي دحدة دبا والله كورا بياي كل قدوة سنة يان مركك قبل أيكوا حديث كوا عمل فلها هي إلى هين النحريست أكر رجينا إياه ضدك ولا له إذا نقص دقينا هي ويا نبي جن عليه الصلاة والسلام مركي وتلمام هي طبعا عدو وناكسن وحكوا تلمام ضدك كوا وجو وناكسن إنا يهين كوا وجود دبي عدا وناكسن أخيار الناس على يراه كوا وجو خيار صندتك وجو قيمها بدني وكوا وجود دبي عدا وناكسن باليراه وحاتر حديث عبد الله بن عمرو بن عاص والنبي كوري عليه سلامة وسلام وعير النبي قال خياركم أحسنكم أخلاقا وركوا إذن كوا خيار صن وإذن كوا وناكسني وكوا إذن كوا وناكسن حق دبي عدا بوي حديث كإمام الترمذي أيه بحين أيه إمام مسلم لفتي سوا بحن متكم معناه أي إمام بخاري نبحنا هياه لفتي قوها إن من أخياركم أحسنكم خلقا بوير كوا إذن كوا ضارا أو إذن كوا خيار سوحا كمدة كوا إذن كوا وناكسا ضبيعة أو إذن كوا ضبيعة في عن كوا سيدن كوا وناكسا بوير نبي جانو عليه الصلاة والسلام ضبيعة وناكو مركوا ولقو كلا هرمرا ولقو كلا سرمرا ولقو كلا قيمة بطاه مركز النبي قيمها أولياء الروح الضبيعة وناكسن أيو تلمامي أو متك كاليتك خير بدن يهي أو كوناكسن يهي حديث كاليتو جابر بن عبد الله النبي كوري أي النبي وحو يري كل معروف صدقه وإن من المعروف أن تلغى أخاك بوجه ضلغ وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك حديث كإمام بخاري مسلم لبدو بوابحين أيان وحو يري معروف كستاوى صدقه وح كستاه oo aad mesela madadkii u sameeyso wanaagsan wax kasto dadkii farto wanaagsan sadaqay ku noqonayaan ajar baad ka helaysa sadaqada ajarka aad ka hesho kalaad ka helaysa waayo wixii ilaahay ku siiyo bixinaysa weeye maalkana markii ilaahay ku siiyo aad bixido cilmigi markii ilaahay ku siiyo aad bixiso sadaqay ku wada noqonayaan kulligood macruuf ka farida dadka la farahay waa cilmigi iyo la bixinayo markaas uu nabigu yiri kullu macruufin sadaqa معروف والبا صدقه كون غنبوي وإن من المعروف وحكمده بمعروفك أن تلغى أخاك بوجه ضلغ إن أدولالك أكلك لن توجه فرفران بي في الحديث كان وحابلغ عبر با وجه فرفر كآت فرفر تان معروفر إنو يهي أدو غفك أن إلهي كعب سيئو كليري معروف با يهي وجه فرفران أدغفك أكلك لن تانا معروف با نغطي سيدة النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام حدي أد وجه فرفران كلك لن تو قلبي سفرح بات كريديسا هداد وجه معبوس كلا كلا انت يوجه مروكسنا قلبي سمروك بات كريديسا فرح قال انت فرح كريد معروف بين نغطي مركا تنكال يطه دي عن يعني قلبي سمروك كريدنا منكر بين نغنيسا مركا سبيري نبيه وإن من المعروف وحا كمدا أن تلغى أخاك إن دولالك كلا كلا انت بوجه دلغ وجه فرفران بي لفظ إمام مسلم وبحنا هيا وحوها لا تحقرن من المعروف شيئا
ولو أن تلقى أخاك بوجه دلغ بوها أسقنا شيء معروفك إن أضدك فريس شينا هي ريسان ها حقير أو يريها متكان يمتك ويرادها يسدهن أما كتك متكان هيسدهن إن أدولالك كلا كلا توجه فرفرنها النغته إمام مسلم أي حديثك بحين هي ويه وحكراك مدها ومرك الله سوغا دانا هيو كتبوها أي واحد لان كتاب الإيمان أي يوغاهد لان إيمان كد كوا مؤمنين توقو كامل سن وكوا قد بعدا ونكسن بيري نبي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا بيري نبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين تكوا أقو كامل سن كوا أقو إيمان كامل سن أو إيمان كود أقو كاملا يهي وكوا قد بعدا ونكسن بي دبع وناك درجة سألقو قارا إيمان كاقا ترقي كسامين أيه كربو وكاع هيه درجة سرأيات كو قاريسة مركز بو نبي قوحو تلمامي معروف كإني كميتة هاي وجي فرفنانتا ولالكا أدلقا بليسة وحكوية حديثك آخر كيسة وأن تفرغ من دلوك في إناي أخيك بوي معروف كلا يسفروحا كميتة إنا دلوكا بيه كجيرا وقشبتو ولالكا ويل كيس ولالكا مركو ويل كيكو هرصدو دلوكا بيه أدكو ودينا دقشبتو ومعروفر وابادقو أساق فري أدوغو نصاص دادك أسامي يوكالي معروف أدو فري أو دادك سيداس إنو أسامي يفرو كلاد لميتا أدوغونا داد دينتي فافينا هيا أو وحي واناكسنايا إنا فرطي سماينا هيا ويا دادك مركي صواب بحيان ودان تودا أو بيهو دي كسو ساران عيلك دادك أغشو هيا وناك دينتي إنو أي نفرطي كوا فرطوما فلا هيا ويا كواسي أحاديثان أيانا لغا غادان أيا معروفكي أيانا دادك فريان وأيو معروفك وحا كميدا بوي لنبيكو أن تفرغ من دلوك في إناي أخيك تاسا كميدا بوي سيداسو حديثك كنت المامي روح مركة مثلا دبيع وناك له أمد الغاد كإسكاله وحا اللي يراده والروح الصوم ربا ليرا تجريبة أعلى بوحي أبدايهن ضد كاسي كوة تجريبة الصوم ليه وحصو امتحاني ومركة كورس برلحي يكود عضي كوة ضد كعيبه واستراه وكوان مركاس كار ايكو عيبتا كل عي ايه تعلا دي غفكي اركا ينو عيبتا سو استرو مركاسي مركي اركان غف عيبتي مركي ورا كل عين الله استري ان غف كل عين مركي اركان وحي تعلان ايان ان ايو استران ايكو نسيدي مركي ورا وجعلا ين الله استر ايك وحاتي لحديث ورين ايو سحابي ابي سعيد الخدري نبيك وكوري عليه سلاة والسلام وحير نبيك انه لا حليم الا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة بوي حليم ذو الغاد لو ذو الغاد كيسو كامل يهمجره إلا ذو عثرة بويري سنبرير حيامدو صاحيبة ومركز كهر ذنب كدعي ومركز كهر سنبرير حضي إي خجل او كدعي يحيح وحن محادو كدع دبو يسيري مركز ووحو تعلا دو تمنيي روحي أركا هيا إنا واسطر عيبته أو نودا فو عفيو سيداسو تعلا دي markii uu arkay ruux sidii uu ku dhacay oo kala ku dhaca waxa uu la degdegayaa sidii uu asturka u jeclaa inuu ugu asturo sidii in loo dhaafo ugu jeclaa in loogu dhaa inuu ugu dhaafo taasii uu degdegayaa buu yiri markaa kiisin bariirxday oo markaa ka hor waxa ku dhacay wuxuu noqonayaa xaliim dulqaad loo ah oo dadka ugu dulqaata wixii markii hore ku dhacay asaga markay ku dhacaan xakiim ma jira buu yiri illa dhu tajriba tajriba midu saahiba maahane xakiimka waxa la yiraa halkaan روح عالمك او متيقظك او براروكسن او اشياء دي كو براروكسن او يقانا كاسا ليرادا اما ما هنا وحا ليراه روح عالمك كو يعني علمك حفظيان السوغانا ومتقن علمك السوغي هادنا حافظ بو علمك كو يهي حكيمك هل كان كاسنا والوجه دابالي مركا حكيماها مت كامل او فلسوبا او كمالد يعني حق سماين تفلك اما وحشي جدا mid ku soo bani ma jira baa la yiri illa ruux tajriba soo qaatay maahane oo umurta soo jaribay midda nafciga leh iyo midda dhibka leh midda faasidka ah iyo midda saaliha ah wanaagsan ayuu soo kala ogaaday markaasuu sida sawaabka ah yuu ogaaday midda xunna waa ogaaday tii sawaabka ahdo marka sameynaya saasuu ku falsu banaanaya sidaasaa falkiisii ku hagaagaya wixii uu soo jaribo hore oo waqtigii hore uu soo ogaaday ayow inta ka cibraqa ku cibraqaato yow markaa ka bacdi wuxuu samaynayaa waxa wanaagsan oo uu sawaabnimadooda ogaaday ruuxaasi ahalba wuxuu u noqdaa in lala shawro oo laga shawr dalbo oo uu dadka u khayr meeyro kaasoo owle u yahabaa la yiraa ruuxaasi dulqaadlow buu noqdaa mid fal wanaagsan buu noqdaa
مكارم الأخلاق كاللاهرة إيا أخلاق ذاكو وغغر حسن تاسا كم مغتبى ليرا روحاس حديث كإمام الترمذي أيا بحنا هيه نبي جان عليه الصلاة والسلام أصغوا كهدل هيه طبيعة وناء قيدة أيو وحو بط المامي مالين تقياما كوة وقدو إساقة كوة ضدك وقد طبيعة وناء أكسان إنيهين وحاجر حديث ورنا يا جابر بن عبد الله نبي جان وكور يا عليه الصلاة والسلام وحجر نبي جان إن من أحبكم إلي وأغربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفائقون بوي وحجر النبي قال عليه الصلاة والسلام كوا أكتيد آدين كوا آدين كايدين كمدة وأنيقا أكتيد آدي آد آنيدون كوجع اللهي وأنيقا مجلس كيقودوي مالين تقيامي وكوا إذن كوجد بيعادة وناكسن بوير النبي عليه الصلاة والسلام موقف كمركي أن جوغنو ميزان كأكتي سمركي لجوغو حوض كمركي لغورا بيو شندا مركي لغالو كوا يقودوا آدين كايدين كمده وكوا إذن كوجد بيعادة وناكسن بوير النبي عليه الصلاة والسلام وإن أبغضكم إلي متك اللوغو عرب ديها نيقا أكتيدة وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة حدنا إذن كوكوفوك أنيقا حقا إيقا مجلسك وما لنت قياما اللي قفوك إينا يو موقف كمركا لجوغا أنيسو دوانين حوض كمركا لقوار آبايا أنيسو دوانين ميزان كمركا لجوغا أنيسو دوانين شندنا أنيقوسو دوانين كواسي وحاوي يبويري أثر سارونا والمتشدقون والمتفيقون كوا سرسارين تاو هذا الكبدن سرسارك وحا ليراده روح كثير الكلام كاه وهذا الكانو كلا بيال متك وناكسانية متك حنبا استقاحت الله يوم وحباو كلا صعنين سرسار با ليراده يو المتشدقون كوا المتشدقين تاه وهذا الكا قول اللبوح سدان واسكر رادين هيا مثلا با عرب ديري يا فصاحة اي صلاحين اي اسكر رادين ايان iskilaway markaasay waxay sameeynaan isi sarayeelid dadkii ay isaga sarayeelahayaan waxay san lahayn markaasay hadalkii ka faqaf buuxsanahayaan weeye wal mutafayquna iyo kuwa isla waayeen oo mutakabbirinta ah qalu ya rasuulallah asahabti ba nabiga waxay ku dhahan qad calimna sarsarun wal mutashaddiquna waxaan garanayna kuwa hadal badanayaalka la yiraado iyo kuwa hadalka ka qawla la buuxsada waa naqaana famal mutafayqihuna baydahan ilaahi rasuulkiisa kuwa mutafayqihiinta ah waa kuwa markaasuu nabigu wuxuu yiri al mutakabbiruna kuwa isla weyn weeyo dadka iskala weyn oo takabburka iyo tafaakhurka iyo mukhtaliinta kuwa xaraga kibirka badan oo dadkii iskala weyn kuwaas loo jeedaa buu yiri kaasa lagu tilmaama waxa weeye marka إن هاد متكبر نغطا ووحليته كوا ضدك إسكلاوا وينو ضبيعة حنبي كسي فيسيهين كوا ضبيعة واناكسنه وكوا ضدك وغسر رأيئي كوا ضدك وغسيئي كوا دحدح كوا لدغمها يوهي وضدك مساكين تها لدغمها يه وغلبي قادو وكجل عيوه وجلاء عاصنا أباها هوهي سيدي النبي قوا مساكين تو انت إسكلا فريستو يوم مررك قبر رواياتك وحكويري اللهم أحيني مسكينا وامتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين بوير إله وانا مسكين النوله أنيغو مسكين أنا يحوير الدل مساكين تنا إلا صبحي بوير مالين تقيامي مساكين تواكوة جندا قلها يا مركاوري شنبغولو سانو مركي يكو جيران ياكوة أغنية دا مركاس كبعد لكينا حسابي يدباتا يكو كسو الدالي يا مركا كبعد إيمانها ياوهيه حديث كإمام الترميدة يا بحينها ياه وحالة الماما كوا الضبيعة وناكسني مالين تقيامي كوا الدقاء هي الدرجات كسرسرة ويه وحاجر حديث سيد علي وورينا يوه ونبيك كوري عليه الصلاة والسلام وحجر نبيك أنه إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها وحاجر نظر دحده إذا كوية البويري قريد الضبقياء وناكسن والظاهر كودا كرالك عركا يوه وحاجر كتر دحده ده دحدودنا وحا لغا أركيا وحا بنانك تاغن
qofka bananaanka ka jooga waxa guriga ku dhex jira dhan waa u jeeda waa guri dhala qofka ku dhex jiraana waxa ka koreeyo waa u jeeda oo bananaanka ka jooga waa guri noocaas u qurux badan markaas nin carabiyaha istaagay markaas buu nabiga wuxuu ku yiri alayhi salaatu wasalaam liman hiya ya rasuulallah guriga saas quruxda badani yow sugnaaday markaas buu yiri nabigu alayhi salaatu wasalaam liman adaab alkalaama وأدعم الدعامة وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس النيام بوير حديث كإمام الترمذي أيا ولنا يه قرق سيدا أقرحا وحا إسكال بوير نبيه روح كلام كضيب يا له أو كلام كوناكسا لي ماذا دعام كنقودي يا ضدك دعام سينا يه إلا وحي كمتا سلدي إلهي ضدك سياد قودنا يسي أو وحي اللقو سيئي اللقو امتحانا يا امتحان كادو قد بيسي marka kuwa kalaamka wanaagsan ku hadla dacaamkana dadkii quudinahayo siinaya ama naftiisa ha u sadaqeeyo ama qof kaleeta inta sadaqeeya ha yiraahdo qofkaasaan u baxshay waalidkaygii baan u sadaqeeyey xoolahan aan qalay raashinkan aan kariyo waalidkaygii baan u sadaqeeyey sawaabkii ka yimaada hooyada iyo aabbahay allah ka sawaabiyo ilaahay waa ka sawaabinayaa waa gaarsiinayaa marka dacaamka ruuxi quudinayay waa daama siyaam soomkiina daa'imayay oo iska soomanaanayay maalin kasta oo soomkuba uu bannaan yahay wa sallaa lillaahi billayli wannaasu niyaam ilaahay dartina u dukada habeenkii marka dadku hurdahayaan ruuxa noocaa ku sifoobaa iska yeelanahaya buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka aad iyo aad kalaamka diibyeelidiisa la diib yeeloo la hagaajiyo darajadaasaa lagu gaaraa dacaamka quudintiisa darajadaasaa lagu gaaraa soomka la daa'imo iyo salaadda habeenkii la dukanahaya darajadaasaa lagu gaaraa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku ammaanayaa nin saxaabi ah dulqaad iyo kaadsiino xadiid uu warinahayay nin la dhihi jira zaaricu lkays ayaa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku yidhi mundiru lashaj nin la dhihi jiray ina fiika khaslatayni yuxibuhuma allah buu yidhi waxaa dhexdaada ku sugan laba khaslo oo ilaahay jecel yahay labadaa khaslo alxilmu walanaa'atu weeye buu yidhi waa dulqaad iyo kaatiino markaasoo ninkii wuxuu yidhi yaa rasuulallah ana atakhallaqu bihimaa amillaahu jamalanii calayhimaa buu yidhi aniga maa isaga dabeeco yeelahaya oo labadaas iska keenkeenaya mase ilaahay baa igu dabeeceeyo igu abuuray markaas buu yidhi nabigu bal illaahu jamalaka calayhimaa ilaahay baa kugu abuuroo kugu dabeeceeya buu yidhi markaasuu yidhi mundir alxamdu lilaah aladii jabalanii calaa khallatayni yuxibuhuma allaahu wa rasuuluh waxaa mahad iskale buu yidhi ilaahay igu dabeeceeyey oo dabeeco iiga dhigay laba khaslo oo ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin marka dabeeco wanaaggu ilaahay baa dadka saas dhabka ugu dabeecaynahaya khuluqa dabeecada wanaagsan waxaa dadka luugu qaybiye sida luugu qaybiye risqiga oo kale luugu qaybiye waa kii imaamu bukhaari qoraya kitaabkiisa bukhaariga ah ina allaha qasama lakum akhlaaqakum kamaa qasama arsaaqakum buu yidhi ilaahay dabeecadii buu idiin qaybiyey sida risqiga uu idinkugu qaybiyey qolo risqigii waa loo badiyey qolona waa lagu yareeyey qolo dabeecadii waa loo badiyey qolona waa lagu yareeyey waxaan aad iyo aad isugu boorinaynaa inay dabeecadeennu noqoto mid wanaagsan oo fiican oo ilaahay raadi uu ka yahay taasna inaan isaga dabeeco yeelanno taasaan isu dardaarmaynaa midda xunna oo dabeecada qallafsan ah afxumada sayi-ulkhuluqa taasna waa isaga digaynaa waayo dabeeca xumida waxaa lagu gaaraa naarta ayaa lagu gaarahayaa jannadana waxaa lagu gaarahayaa darajaadkeeda sarsare lagu degayaa dabeecadii wanaagsanaa sidii xadiidkaba aan ku soo sheegnay ayadaasaan marka isku boorinaynaa sida nebiguba uu ugu tahniyadeeyey ninkan mundir ah in yacnii ilaahay uu siiyo dabeeco wanaagsan dabeecadiisa ayaa waxay ahayd asagu wafdi uu ka mid yahay nebiga u yimaadeen marka wafdigii daabadahoodii markay dejiyeen oo alaabtii ka dejiyeenay nebiga usoo qasdeenay usoo degdegeen asagu wuxuu qaabilay daabadiisii rarkii buu ka dejiyey markaasuu boorsadiisii inta la soo baxay yoo wuxuu kala soo baxay dhar cuscusub laba maro cadcad asagoo labisan buu nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam oo khaashicaho khushuucaya mutawaadicaho si deggan u socda markaasuu nebiga salaamay calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi ina fiika khallatayni yuxibuhum allah khaslatayni yuxibuhum allah xadiidka baaciskiisa sidaas ahaa
وهما الحلم والأناء والدلغاتك هي كاتسينة وليمت وأسوال لبستي وصدا تأنيقا وناكسان ويمت وأسان سوال دقدقن مركا النبي وحوكو أمانا يعني مثلا با دقنانشه هي وقار هي سكينو أي النبي كو أمانا عليه الصلاة والسلام منذر رقي كليتنا أيكو إنا يسان يعني أساق يعني كرهو سيئا أي ماشاس لغا فهمها ياوي لكن أساق النبي سيدا سوقو أمانا أساقنا إله بوغو حمد النغي إلهي كود دبيعيو الدبيعو قدقي لبخص الله وإلهي وجعليه رسول كنا وجعليه عليه الصلاة والسلام حال إرادة روحه دبيعالوغة وضلغات كبدا وحاب حديث باوحوها كاد الحليم أن يكون نبيا روح حليم كاه وضلغات كبدا وحوب كده واد إنه النبي النقضه لكن روح النبي إلهي كده أي النبي النقضه هي الروح كلا النبي من نقضه هي إمام الخطيب حديث وبحينها هي أيا سيداسها والغو أما أنا ضدك أي سيدا درتيت يا النبي قوحو يري أصغو النبي أيوب تلمامي كان أيوب أحلم الناس وأصبر الناس وأكظمهم لغيره سيداس بويري وحو أهابو يري ضدك متك وقد الغاد بدنبو أهابو يري النبي أيوب ضدك متك وقد صبرك بدنبو أها متك عردي سأقر سعق نواء أهابو يري سيداس وكو أماني وحو تلمامي حديث كلا النبي وحو كويري الحليم سيد في الدنيا وسيد في الآخرة تبير إمام الخطيب عن كتاب كيسا وين كورين أيه حديث كالفتيسة وحيري روح حليم كاهي الدنيا بحديد وسيد بوير والروح مرحة آخرنا وسيد بوير وإلهي مرح بو كدقيا درجة سرأي ودقيا واتن هده رب صوشيقناي منزل السرأي ودقي دونه والنبي عليه الصلاة والسلام ودوان أيه إلهي مقرب وقدقى هايو ماشا قدونا أودقي الدونة وأغربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا هدى واكيلها النبي عليه الصلاة والسلام حديث كان صوشيك ناي كان قدو مجلسك مركي ونقض النبي حد سيد بو نقضي وسيد كي نبي أنه سيد العالمين أها درس لن نقضي سيداس بو نقضي ودرجة مركا آدو سرهيدة وشرف بدن وقيمة بدن ونبي أنه نقرق بقلين أيوه وأخلاق دي النبي جانا أو أهل كيسة يقول رقمي تري وحال ويدي عائشة الله كراد النغدي ما كان النبي يصنع في أهل هبالي ما حال النبي السمي تري بالير مركو قرقي سجوغو مركاسي وحي تري كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى صلاة بيته وحو كسوك ناتر النبي أهل كيسة شغد ودو كسوك ناتر هذه صلاة دو حاضرتنا إلى صلاة دو كعي تري آدي تري بيته مركي آدان كأوم مغلوه أصغر نجارين الموت جرت سيدي الروح عن نجارين أن نكون أن نجارين وهديبة سجى تجيوي مهن تجرج أو كش غينا يا وابين وجرج وح اللقوق بنا هي أو لو ذاك سيد أهلك سيد الراشين كلا كريو كلا جرج كلا حاقو كلا حاله يلا صار لسوا كلا مجيلي أما أرجي وح لسين لها حالها سو عرف هاي يلا سوا كسينا يا درك طلما وباهنا وحكت على النبي كبيه هذا يطلب بهاي هنا وحكت له وحياه بها النبي كصفات كيس لجوس فيها كمته لكن ضدك قبل كود أي مودين وحلا إسكلا وين هذا أو يعني ضدك متكبرين تها إسكلا وين هذا وحياه بها تواضع كينه والروح يعني أو نقد الروح تواضع له أو خاشعة أو إله سج العناية أو كبر كإسكسا فيه إلية وحكم إذا غفكن وحيس إسككر سنة يسيد النبي وكلا عليه الصلاة والسلام قرقي سإسكحا غنيه حوله سهدي أريه هدي جيله إسكسا ماليه وصو شقيسنا يو علف كي عوني لهايان وكينا يعوز كي وحي عوني لهايان داركي ساو اسكتولانا يو هدي قبتي اي كاقو ادو اساقي با اسكتولانا هايوي نبي قوة تلاتر عليه السلام مركا قريقي ساشغادا